هذا وتواصل المبادرة الشبابية الرائدة مدينة شباب 2030 تواصل في نسختها 12 بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين تقديم البرامج المتميزة والرامية إلى تدريب الشباب البحريني وتهيئتهم لسوق العمل. نعم، حيث تطرح المدينة أكثر من 100 برنامج تدريبي لمختلف الفئات العمرية تم تصميمها باحترافية لتلبي احتياجات المشاركين من الشباب والناشئة ولتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة. تواصل وزارة شؤون الشباب تقديم الفرص التدريبية المتميزة لتأهيل الشباب البحريني وتزويدهم بكافة الإمكانات اللازمة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بهدف خلق كوادر بحرينية مؤهلة، حيث تضم مدينة شباب 2030 في نسختها لهذا العام 5 مراكز عامة تشمل القيادة وريادة الأعمال، الإعلام والترفيه، الفنون والثقافة، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة والصحة. ما شاء الله تضمني أكثر من رائع، خذ وايد فترة حق الشباب انه يكونون يقدرون يطوروا من مهاراتهم هني، وحتى كذلك المساحة ساعدتنا وايد عشان نحن نقدر مثلا نستخدم الألعاب، فاحنا كبرنامج كمنسقين حق برنامج هايبو فاحنا حصلنا وايد لنا تشانس حتى حق مساحة وحتى حق أشياء نقدمها. احنا دورنا كان ان تعاملنا مع أكثر من جامعة عشان يجون المدينة ويتكلمون عن الجامعة نفسها، عن التخصصات اللي عندهم، وعندنا بعد في جامعات حطت أو خلينا نقول سوت ورش حق بعد الشباب البحرينيين ان مثلا يساعدونهم في شلون يسوون السي في، يساعدونهم مثلا عن يراونهم الشركات اللي احتمال تدربهم حق الوظائف المستقبلية. وتعتبر مدينة شباب 2030 من المبادرات الشبابية التي تمتلك سمعة متميزة اكتسبتها جراء أكثر من 10 نسخ ماضية عبر تخريجها للعديد من النماذج الشبابية التي وجدت طريقها إلى النجاح والإبداع في مختلف المجالات. وفي هذه النسخة واصلت الوزارة تقديم الفرص التدريبية المتميزة لتأهيل الشباب البحريني وتزويدهم بكل الإمكانات لإطلاق طاقاتهم الإبداعية ورفع مستوى مهاراتهم، بما يسهم في خلق الكوادر البحرينية المؤهلة للمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين. احنا طول السنة قاعد ننطر حق مدينة شباب عشان نشوف ربعنا، نتعرف على ناس ثانية، نتعرف على أشياء ثانية. حتى المكان في الزلاق وايد أحلى، أكبر وأجمل، وحتى في كل شيء نحتاجه موجود. المكان حلو، مكان جديد، مكان أوسع، يعني حتى بنظري أشوف المشاركين مستمتعين أكثر، حتى البرامج أكثر. ودائما يعني أنا أقول حق ربعي وأقول حق أهلي إن تعالوا شاركوا في مدينة الشباب لأن بتستفيدون أشياء. هذه ثاني سنة لي أشارك في مدينة الشباب، والحمد لله يعني أول مرة كانت تجربة وايد حلوة، وقررت إني أكرر هالتجربة هالسنة، ووايد استفدت، وايد تعرفت على أوادم، قدرت أطور من روحي وأتعلم مهارات جديدة، شاركت في وايد كورسات هالسنة، وإن شاء الله أقدر أشارك السنة الجاية. تشهد مدينة شباب 2030 إقبالاً متزايداً من الشباب والناشئة للمشاركة في كل البرامج المتنوعة، ويأتي التعاون بين كل من وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل تمكين في تنظيم وإقامة المدينة كل عام، انطلاقاً من حرص الجانبين على تحفيز ونمو نجاحات الشباب البحريني وإتاحة الفرص التدريبية أمامهم. عاماً بعد عام تواصل مدينة الشباب 2030 تقديم فعالياتها المتنوعة بهدف إعلاء شأن الشباب البحريني وتوفير بيئة مثالية لاحتضان مواهبهم وصقلها بطريقة علمية صحيحة عبر جملة من البرامج الاحترافية والمصممة بطريقة عصرية. خالد العون، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.